هذا صحيح نعم، لأن إصابة السنة أفضل من إصابة الكمية. والنبي حين قال هذا الحديث أين قال؟ قال في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فالنبي قاله في المدينة. وبالأمس قد حدثت على هذا الموضوع حين قال بعض الأخوان صلي الراتبة، قلنا صلي الراتبة ما تصلى وأنت مسافر، المسافر ما يصلي الراتبة إلا إذا كان ينوي الإقامة أو يعتبر نفسه مقيمة. أما دام يعتبر نفسه مسافرة فإنه لا يصلي الرواتب. وعلى كل فصلاة البيت أفضل من صلاة المسجد. قال قائل طيب تفوتني الفضل، على قول طبعا بين المضاعف في النافلة في خلاف المضاعف الفريضة أم في النافلة. قول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا صلاة اسم جنس، وظاهر العموم، ظاهر العموم تشمل الفريضة تشمل النافلة، ما هو دليل يقيد الحديث بالفريضة دون النافلة. فعلى قول بأن هذا يشمل النافلة فقد يقول قائل يتبادر إلى ذهنه كصلاة في مسجدي، يقول في صلاة عن ألف صلاة كيف يفوت ألف صلاة ثم أصلي في البيت؟ نقول هذا إراد مهم جدا. فنقول إن هناك فرقا بين إصابة الكيفية وبين إصابة الكمية. في إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية، والدليل على هذا من منكم يحفظ دليلا في نص الموضوع هذا، إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. تفضل. الذي أعاد الصلاة صحيح فقال الذي أعاد الصلاة لم يعد الصلاة، قال نزل الذي لم يعد أصبت السنة، قال الذي أعاد لك الأجر مرتين. ما أفضل الذي لو الأجر مرتين الذي أصاب السنة هذا أصل، لماذا صار أفضل مع أنه ما له ليس له أجر مرتين، أجر واحد وهذا له أجران، لأنه أصاب الكيفية. إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. مثال آخر منكم يحفظه، مثال آخر على فرض صحة الحديث في المتمسك بدين في آخر الزمان له أجر 50، هل يعني نفضل من الصحابة؟ لماذا؟ لما عليهم من إصابة الكيفية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالدين في أول أمره ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين ويتعلق بذلك. وهؤلاء لما لهم من المصابرة مع ابتعاد الكثير عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا هذا الأجر، لكن لا يعني أنهم أفضل من الصحابة، لا يعني أنهم أفضل من الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم أفضل منهم بالإجماع، هذا لا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه. ومع ذلك هؤلاء لهم أجر 50، قد يقولون أجر واحد لأنه أجر 50 كيف يفقونني؟ نقول إصابة الكيفية المطلقة هذا أفضل. مثال آخر أيضا، صلاة مثلا في رمضان الذي يصلي 11 ركعة بركوعها وسجودها وقراءتها أفضل من الذي يزيد، وكان الذي يزيد سيكون أكثر عددا، لأن الأول أصاب الكيفية والثاني أصاب الكمية، صعبة الكيفية أفضل. والدليل على هذا حديث عائشة في الصحيحين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.